هنبدأ أول أخبارنا النهاردة بإعلان من وزارة التضامن مواعيد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر. الوزارة قالت إن هي هتبدأ عملية صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر من بكرة الجمعة إن شاء الله لكافة مستحقي البرنامج في جميع محافظات مصر المختلفة، يعني حوالي 22 مليون مواطن، يعني أكتر من 5 ملايين أسرة بميزانية تصل لحوالي 36 مليار جنيه. الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت مرصد وعي للتنمية المجتمعية. قالت الوزيرة إن المرصد ده هو هدفه تحسين فهمنا للتحديات اللي بتواجه الأسر وتأثيرها ده على المجتمع. هيقوم المرصد بتحليل البيانات ورصدها بشكل دقيق جدا علشان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. والوزيرة كمان قالت إن هو هيتم دمج رسائل برنامج وعي في موضوعات دليل الأسرة المصرية اللي أصدرته من دار الإفتاء، وبتتبنى فيه عدد من القضايا زي الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، تنظيم العمل، التمكين الاقتصادي، الكشف المبكر عن الإعاقة، وكمان وقف الختان والزواج المبكر والنظافة وغيرها من القضايا اللي بتهم المواطن. الحقيقة مجهود جميل ومهم.